سلام البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ اموركم بخير؟ هانين؟ كي دايرين مع هاد البرد؟ كي دايرين مع في هاد العطله هادي؟ المهم البنات، هاد العطله هادي والله العظيم العظيم علمتنا غير العكز. انا راه كنوض وكنرجع نتكا، عندي عنقي ضارني. عودوا حاولوا على صحتكم البنات، فاش تكونوا يلاه بادين في الحياه الزوجيه وسميتو كتديروا كاع طاقتكم، كتخملوا بوحدكم، كتهزوا الثقل بوحدكم، ولكن نقول لكم داك الشيء كيعقب يرجع على الذات من بعد، كيعقب يرجع لكم داك الثقل وداك الشيء. انا عندي الفقرات ديال الظهر شحال من عام هادي تيكونوا فاوتين، ومره مره فاش كنهز شي حاجه ديال الثقل دابا كيضروني. وهاد العطله هذه كيف ما سبق وقلت لكم علمتنا غير العجز. انا غادي نوض دابا بزز مني البنات، دابا مع العطله قال لك ماما ما تبقيش تفيقينا بكري، خلينا نصبحوا ناعسين وتنخليهم تيصبحوا ناعسين، وتا انا كنوض وكنعقب نرجع نتكا. المهم هاد الصباح هذا غادي نوجد للبنات واحد الشهيوه زوينه. ندى طلعت للسطح تشمش، ونورهان الحادقه جمعت لي الطبله واخا تفقعان عليا. قبل ما نمشي للكوزينه البنات، نورهان بغات لعبه كتبكي عليها لاننا دا طلعت للسطح. شوفوا عرفتوا هاد الشيء، راه نعاود لقات غير بوحده كتبكي، غنجبد هاد ليها شي لعبه نسكتها بها ونمشي انايا نقترح عليكم شي وجبه، يعني شي شهيوه. شكرا لكم بزاف البنات على التعليقات ديالكم، كاع الوصفات اللي كتطبقوا كيعجبوكم، شكرا لكم بزاف بزاف. نجبد الفاره ديال نورهان شي حاجه. انا جيت البنات الكوزينه باش نكمل، واخا باقا ما غسلتش الماء، نعرف شو كاين واحد البرد، واحد البرد ما نعاودش لكم. حنا المناطق الداخليه راه كيكون فيها البرد بزاف، عندك تقولوا لا راه ما كيكونش البرد، بالعكس وقيته ديال الصيف كتكون الحراره بزاف، وقيته ديال البرد كيكون الموت ديال البرد. صافي انا راه كنوض كنصيب راسي مغطيه بالمنطقه، كتشدني البرد وكنرجع نتكا تنتعلموا غير العكس. غندير لكم اليوم الشقه ديال المعكازات، ولكن مع ذلك غندير لكم واحد الطويجين زوين. غادي ندور الكاميرا نوري لكم ونكملوا هاد الوصفه هذه. شوف انا تقدات لي ندى اللحم، جبت على حساب انا والبنات، يعني ما كثرتش. صيفط ندى جابت رابعه ديال اللحم، بارك فيها الخير والبركه، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. وندوزو دابا لهاد الطاجين، هذا غنديرو طاجين بالحمص وبالدنجال. يا البنات ما تستغربوش، هذا راه الطاجين سميتو الطاجين المدربل مراكشي، هذا معروفين به الناس ديال مراكش، وتحيه خاصه لهم. وغادي ندور معكم باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. الاول حاجه كناخذ طويجين، شوفوا انا طويجيني راه صغير. المهم بناتي انا ما كياكلوش اللحم، راه ديما كنقولها لكم، فخديت رابعه ديال اللحم غادي ناكلها انا بوحدي صراحه، وما ياكلوا الحمص والدنجال. المهم كندير شويه ديال الزيت ديال الزيتون ولا زيت البلديه البنات. هذه 250 غرام انا اللي درت ديال اللحم، بارك وكثر مني وفايت الجهد، راه خصني ندير الصراحه راه التصوير مره ندير عن الصا. المهم البنات انا درتها هذه، هانتوما على قد طويجيني. كندير شويه ديال الثومه، ودابا راه كل واحد والتوابل اللي كيدير فيه. فالطاجين المدربل المراكشي غير انايا كنستعمل هاد التوابل، هادو هما اللي كندير ديما عندي. شويه ديال التسكين جبير، تنكترش بزاف لان عندي الحيمتر بلال، ثم كل واحد تيدير على حساب يعني عدد الاشخاص اللي كاينين. هنايا شويه الابزار، هذيك الطويمه ديال الزعفران، هنايا عندي شويه الخرقوم، غنجيب شويه ديال السمن. هذا البنات هذا السمن كنت شاريه من مرجان، ماشي السمن السمن، المهم غير شويه راه فيه بلاصه ملي كيتفتح. الزبده شويه مملحينها، غادي ندير شويه هنا
غادي ندير شويه ديال القزبر والمعدنوس، انا راه عندي مقطعين رقاق. صافي كنشرملهم مزيان في هاد العطريه هادي، كنديرهم فوق البوطه. ما كنستعملش البنات انا البصله نهائيا، كندير غير هادشي هذا. كندير شويه ديال الماء كنضيفو، وكنخلي الطاجين ديالنا على عافيه مهيله حتى كيطيب. انا غادي ندوز باش نوري لكم الدنجال، نوري لكم الحمص حتى هو. شوفوا انا راه سالا ليا المايونيز موالفه، كندير المايونيز. هذه راه غير قرعه عندي اللي كتسالي، كنعاود نصايب المايونيز مره اخرى، وكندير يعني وكنديرو هنايا باش كنحطو في حساب الناس، غير واش انايا شاريه، ولكن غير تنكون مصايبه فقط لا غير. المهم البنات، هذا المايونيز اللي غادي ندير اليوم، اولا الوصفه اللي غنقترح عليكم اليوم راه ما فيهاش البيض نهائيا. مايونيز كيجي خفيف وكيجي لذيذ. اشنو كنحتاجوا ليه في المقادير؟ كنحتاجوا ليه في المقادير عندي جوج فرماجات مربعين اولا مثلثين على حسب شنو عندكم. كاين الملحه شويه الابزار، كاين كاس ديال الزيت نفس العبار كاس ديال الحليب، عندي هنايا معلقه ديال الموطار ديال الخردل، وعندي معلقه ديال الخل. غادي نبداو دابا اول حاجه البنات، غادي نشد شي اناء اولا اللي غادي ندير فيه، غادي ندير فيه هاد الفرماجات، غادي ندير فيه الملحه والابزار اللي عندنا، كندير معلقه ديال الخردل هنا، معلقه صغيره ماشي معلقه كبيره، وكندير ليه الحليب. كنخلطهم بمولينيكس، وحنا البنات كنخلطو في هاد الخليط هذا، كنبدا نضيف معلقة ديال الزيت. هنا البنات من بعد ما ساليت كنبقى ندير بشويه بشويه ديال الزيت، اولا كندير واحد الخويطه ديال الزيت. هنا كنضيف واحد المقدار ديال جوج المعالق ديال الخل، وكنعاود انا كنصايب في المايونيز البنات. بناتي شو كيضحكوا عليا، شو المايونيز فين وصل ليا، لان هذاك الاناء صغير فاش كندير فيه فاش كنطحن فيه. انا ما عنديش مولينيكس، عندي غير هذيك الطحانه، وبناتي راه مشبعانين عليا ضحك، قالوا لي ماما ولاو كامل عامر مايونيز. المهم انا غادي ندور تشوفوا المايونيز كيفاش جا. صافي المهم بلاتي انا غادي نوري للمشاهدين المايونيز، هانتوما كيفاش كيجي. وبناتي راه مشبعو عليا ضحك على وجهي كامل مايونيز، على وجهي كامل مايونيز. مايونيز ناجح 100%، جربوه هانتوما شفتو كيفاش كيجي. كتجي كمية مهمة أكثر من مايونيز اللي كيكون بالبيض، لذيذ بزاف البنات هاد المايونيز هذا، غير جربوه أكيد غيعجبكم. أنا نحيد أنا الروينة هادي اللي هنايا ونشوف عادة نقاد هاد المايونيز هذا هنايا. أنا كنقادو هنا بشوية بشوية. المهم البنات هذا هانتوما نوري لكم بالعاشق، تشوفوا القوام ديالو بناتي راه مقاسين كيضحكوا عليا ياكو وجهك بالمايونيز ياكو. هانتوما شفتوا البنات مايونيز ناجح 100%، غير جربوه زوين بزاف. لا سواء هذا لا سواء ديال البيض، ديال البيض راه درتو يمكن اول وصفه درتها في القناه هي المايونيز بالبيض. غادي نتسنى دابا الطاجين ونكمل معكم الدنجال.
ماريس يا بنات نكملوا نكملوا البنات الوصفه ديالنا الحمراء خضار طيب. عرفتي هذا اللي عطاه لك كبير شي شحال ديال الوقت دابا. المهم البنات غادي نكمل معكم. غادي ناخذ الدنجال. انا راه درت مقله نادا درت مقله تسخن باش ندير فيها الزيت ونادا جالسه كتسخن عليها لحقاش كيبرد بزاف. المهم غادي ناخذ الدنجال. انا راه حتى طاب اللحم عاده غادي نقلي الدنجال باش هكذا ما يبردش لينا ويبقى خاسر. انت عزيز عليا الحاجه السخونه. شنو اختي شحال المهم هنا البنات انا راه الدنجال حتى طاب اللحم الطويجين عاده غادي نقليه باش يبقى ليا سخون ما عزيزش عليا يكون بارد. الحمص حتى هو راه طيب وانا نوري لكم كيفاش جا فاش طاب. الدنجال البنات كندير ليه الملحه دابا كنخلي تدير الزويته ها هو الزيت البنات. الدنجال زكان هذا الدنجال كندير ليه الملحه باش كيجيني مقد كندير ليه الملحه هنا ممكن ديروا ليه الملحه وتخليوه لينا راه كيكحل باش كيخرج منه داك الماء باش ما يجيش شارب لكم الزيت. هاكا كيجي بنين ياك. المهم غيسخن الزيت وندور باش نقلي. احنا البنات ها هو الحمص راني طيبته تندير معاه شويه ديال الماء وكندير معاه مليحه وشويه ديال الكربون شويه الهريسه ماشي بزاف الهريسه غادي نزوق بها من الفوق. انا راه مبغيتش ندير الخرقوم باش يجي صفر داك الحمص صفر ما يبغيوش ليا البنات. انتوما يديروا طيبوه في الخرقوم باش يجيكم الحمص صفر. انا على حساب بناتي وغادي نبدا دابا نقلي في الدنجال. صافي تقريبا التخميره. تبغي مريقه ولا لا؟ تبغي البلو ولا لا؟ هذا ها تبغي هذا راه قالت لك هذا الدنجال من بعد ما قليته. لا غادي نبداو نزوقو. فاره جات نور هاد مشمشيمة ياك فكرتني واحد الراسو كنت تفرج بيه ونسيتو مشمشيمون. اويلي فين كاين هاد الراسو؟ عندهم نيفون طويل بحال الفيل. اري ليا الهريسة القرعة ديال الهريسة سني واحد شوية مادبوزيل اغاني زكا نور هاد انني مشمشيمة لا انا جاي نادا ما عرفتش الهريسه فين كاينه. الثلاجه لا لا ماشي اللي في الثلاجه هذيك وخليني غندوز نورها. لا لا المهم البنات كنزوقو هنايا بشويه القرعه ديال ديليسيا
واجي هادي قولي لي فيه صافي. وهاد الطويجين ديالنا طاب ونحطو شي فيران راه مشي ياكلوا لي في الحمص سميتو النور عاد قداكي. المهم البنات انا نحط الطويجين ديالنا ونكمل الفيديو. بنات ها هو انا ساليت، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي، غير الشكل ديالو كيجي لذيذ بزاف، كيجي كيشهي. وانا حطيت شويه الخبيزه، راني ديجا حطيت لكم المقادير ديال هاد الخبيزه هادي. ايوا صافي البنات نجلسوا حنايا نبداو الماكله ديالنا. الصراحه مشهيه انا الخبيزه، مشهيه بزاف، ومخلي المينطات ديالنا لان البنات غير كيلعبوا شويه وكيرجعوا كيتخشاو على حساب السمر وعلى حساب البرد. بهاد مال هادوك اللي جايبه عرفتش شنو جايبه، اشنو جايبه هاتي البنات بناتي انايا راه المود ديال الضحك وصافي. احسن حاجه هو تكونوا مصاحبين مع وليداتكم. المهم داك مايونيز اللي صايبت راني قديته في قريعه وحطيته في الثلاجه حتى وكندير به شي شلاضه اخرى. نبدا دابا ناكل حقاش الفيرات راه بداو كياكلوا، نبداو ناكلوا ونخليكم دابا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله على القناه، والسلام عليكم.